عندهم كذلك هذه الوانيتات من شركة اكس زد اوتو. الوانيتات نعم صينية، لكن الماكينة نفسها ماكينة ياباني. في منهم فئة الديزل وفي البنزين. طبعا البنزين يجي منها دبل جير، ويجي واحدة ما فيها دبل جير، اما الديزل دبل جير، كاميرات، سيارة مثل ما تشوف مرتفعة، شاشات وغيره. ما ادري مفتوحة هذه ولا لا، شوف الداخلية. الوانيت مثل ما تشوفون حجمه كبير مرتفع. الأسعار عندهم من 600، وفي الفئة العالية اللي تكون 700 دينار. هذا لونه غريب شوي، حلو انه مرتفع. طبعا دبل، هذا ديزل. ما شاء الله ما شاء الله. يقولك عندهم 4 مخازن غير هذا المخزن للقطع.